السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل تراعي حقوق الأخوة؟ الحقيقة حقوق الأخوة في الله عظيمة جدا وكثيرة جدا، وقد أفردت بابا كبيرا في كتاب موسوعة الحقوق الإسلامية، باب عن حقوق الأخوة في الله، وهو كتاب من 3 مجلدات. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذا الكتاب وبغيره من الكتب. طيب، فمن حقوق الأخوة مشاركة إخوانك في أفراحهم وفي أحزانهم. قال الإمام الخلوتي رحمه الله رحمة واسعة: التأخر في التهنئة فوق 3، يعني لو أخرت التهنئة، إن أنت تهني أخاك في الله عن فرح من أفراحي أو أي شيء من الأشياء التي تفرح قلبه، زي زواج ابنه أو زواج بنته أو أي شيء يسعده، أو عقيقة ابنه مثلا أو غير ذلك، التأخر في التهنئة فوق 3، يعني فوق 3 أيام، استخفاف بالمودة، كأنك تستخف بالمودة التي بينك وبين أخيك. الله أكبر. فما أحوجنا إلى مراعاة حقوق الأخوة. وإذا لم تستطع الذهاب إلى أخيك لتهنئته في أفراحه، فلا أقل من أن تذهب إليه في أطراحه وأحزانه. لماذا؟ لأن الإنسان حبيبي، أنا ممكن أعزمك على فرح ابني فما تجنيش، صدقني ممكن أتضايق شوية لكن لا يمكن هزعل منك. إنما لو مات ابني أو ماتت أمي أو مات أقرب الناس إلي وأنت لم تأتيني ولم تعزني، أكيد هزعل منك، لأن الإنسان في الحزن يحتاج إلى من يواسيه، أما في الفرح فكثير من يهنئ، وأما في الحزن فقليل من يواسي. فالإنسان يحتاج إلى إخوانه في أحزانه أكثر من احتياجه إليهم في أفراحه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما استشهد جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب النبي ليطمئن على زوجة جعفر وعلى أبنائه، ثم خرج وقال للصحابة: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. أسأل الله عز وجل أن يملأ بيوتكم أفراحا وأن يخرج الأحزان من بيوتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان